هنتكلم دلوقتي عن السيكاتريك ساين اند سيمتومز او الاعراض اللي بتظهر على المريض النفسي نريد باي دكتور نسرين نايتن. قبل ما نتكلم عن الاعراض لازم نعرف ان الكومبوزيشن او تركيب العقل البشري او المايند بيتكون من ايه، من ثلاث حاجات. اول حاجه اسمها انتلكت او كوجنيتيف او كوجنيشن، وده بيحتوي كل العمليات الحيوية اللي بيقوم بيها المخ زي التفكير الفانكشن، يعني التفكير، الذاكرة، التركيز، الذكاء، التعلم، الإدراك، العمليات اللي بيحتاج فيها المخ يعمل مجهود وانتربريتيشن ويسند اند ريسيف مسج وهكذا. فكل الحاجات دي بتدخل تحت بند الانتلكت او العمليات العقلية. جزء تاني حاجة اسمها الإيموشنز. الإيموشنز هي كل الإنر فيلينج أو المشاعر الداخلية اللي بتحكم أو اللي بيحس بيها الإنسان. المشاعر دي قد تكون غضب، مشاعر كره، حب، فرح، سعادة، حزن، أي مشاعر ممكن يحس بيها الشخص أو يشعر بيها. دي جزء من المايند بتاعه. دي جزء من المايند. كمان في البيهيفير او الكوندكت والسلوك، السلوك اللي هو اللي الانسان بيعمله، والسلوك ده بيبقى نابع او متأثر بالانتلكت اللي هو العمليات العقلية والاموشنز او المشاعر. التلاتة لازم يكونوا بارالل وان هارموني مع بعضهم، مترابطين ومتداخلين. خلاص لو واحد فيهم فك عن التانيين او عن الاتنين التانيين ما بقاش مرتبط بيهم، ده معناه انه احنا عندنا psychiatric illness أو بداية psychological disturbance. ماشي، ناخد أول حاجة اللي هي consciousness اللي هي state of awareness، يعني درجة الوعي أو درجة الإدراك. والوعي ده أنا ما أقول على حد conscious أو حد unconscious. unconscious يعني غير واعي بالبيئة المحيطة بيه، لا سامع ولا شايف ولا حاسس بحد ولا عارف يشوف حد، ولا اللي هو زي العيان اللي في كومة كده. لكن الكونشس بيبقى دريان وسامع الناس، بيتكلم معاهم، مدرك، بيشوفهم، بيحس بكل حاجة حواليه، بيستخدم الفايف سينسز بتوع كونشس، واعي يعني. والديستربنس في الكونشسنس لازم يكون خارج من حاجة أورجانيك او زي ما نقول برين ديستربنس او برين باثولوجي ديزيز، يعني قد يكون انه حادثه او حاجه اثرت على خلايا المخ، او فيفر مثلا، جاله حمى من انجايتس او حاجه، او مثلا التيومرز بكل انواعها، الالزهايمر والديمنشيا في الناس الكبار في السن. الحاجات دي كلها بيقولوا عليها برين باثولوجي او البرين ديزيزز، كلها بتخرج لي ليفل اوف كونشس في ديستربنس. واحده من الديستربنسز في الكونشس اللي هو ديس اورينتيشن اللي هو انه يبقى الشخص ده از نوت اورينتد لحاجه من الثلاثه دول، تي بي بي اللي هو تايم بليس اند بيرسون. فلما اقول حد oriented يعني واعي بالاشخاص المحيطة بيه، واعي بالاوقات اللي هو موجود فيها، واعي بالمكان اللي هو بيتواجد فيه. فواحدة من ال TPP ديت ما تبقاش موجودة، يبقى الشخص ده عنده disorientation. طيب ايه كمان ممكن نلاقي؟ stupor اللي هو lack of reaction، يعني ما فيش reaction مع ال surrounding، مع الحاجات اللي حواليه. او نعرف نشوف مثلا عيان مدروخ. المدروخ ده اللي هو ممكن يبقى سامع كل حاجة بس مش مركز، ما عندوش attention، مش focused، ما عندوش ability to react، انه يتكلم ويرد، عنده lack of reaction، بيقولوا عليه stupor. الديليريوم ده درجة اعلى شوية، برضو reaction قليل، لكن بيبقى معاه restless، يعني irritable، بيتحرك كتير شوية في مكانه، confused، مش دريان قوي بالدنيا، disoriented، ممكن يبقى fear، خايف من اللي حواليه، delirium و hallucination اللي هي الهلاوس، وهنعرف يعني ايه. فالديليريوم ده بيبقى موجود كمان مع الديمينشيا اللي هي اللي بتيجي في كبار السن، مع الالزهايمر،
ممكن نلاقي برضو الحالة بتاعة الديليريوم دي موجودة. يبقى الكونشسنس أخدنا فيها 3 حاجات: disorientation, stupor و delirium. بعد كده الإيموشن. الإيموشن اللي احنا قلنا عليها اللي هي الإينر فيلينج، عندنا فيها حاجتين مهمين قوي، حاجة اسمها أفكت وحاجة اسمها مود. ايه اللي هو الأفكت؟ الأفكت ده observed expression of emotion، يعني احنا قلنا انها inner. inner يعني ايه؟ داخلية. طيب inner دي يعني ما تبانش عليا، لا تبان في الفيشل اكسبريشن، في الرياكشن بتاع الجسم، في البادي لانجوج بتاعتي، حاجات كتيرة جدا تبين الايموشنز اللي جوايا. الايموشنز اللي بتبان عليا اسمها افكت. طيب الايموشنز اللي جوايا او الانر اللي محدش شايفها، مشاعر حزن، مشاعر غضب، مشاعر انا ما بينتهاش، يبقى اسمها مود. يبقى الاوبزرفد او اللي باينه من بره اسمها افكت، اللي من جوه اللي مش باينه اسمها مود. تمام كده؟ طيب الابروبريت مود، ابروبريت ده اللي هو ان هارموني ويز ايدياز اند ثوت. يعني ايه؟ يعني ماشي او متماشي الافكت بتاعي مع المشاعر الداخليه وطريقه التفكير، بنقول عليه ابروبريت. طيب المود عندنا حاجات، المود ده اللي هو من جوه زي ما اتفقنا اللي هو مش باين. عندنا حاجات unpleasant mood زي dysphoric mood. dysphoric يعني ايه؟ يعني هي dysphoric مش بالان بالار. dysphoric mood اللي هو انه يبقى حد مقرف، مش طايق الناس اللي حواليه، مش حزين لكن مش منفتح قوي انه يتكلم، ما عندوش رياكشن، ما عندوش ريسبونس مناسب، مش عايز يتواصل. ديسفوريك يعني مخنوق. اريتابل، اريتابل جاي من اسمها كده، ايزلي انويد يعني بسهوله تستثار، بسهوله يتضايق، بسهوله جدا انه حد ينرفزه، اي حركه اي صوت يحصل جنبيه يبقى اريتابل، يعني مش مستحمل الاصوات البسيطه زي الناس اللي بتتضايق من صوت حد بيمضغ جنبها او حد بيعمل حركه معينه مونوتونس كده يبتدي يتعصب. ده اسمه ايه؟ اسمه irritable mood. وعندنا لابايل، لابايل او اللي هو swing. swing يعني ايه؟ متقلب. عارفين متقلب المزاج؟ اهو ده متقلب او لابايل مود، انه بيتارجح ما بين الايفوريا اللي هي ايه؟ الايفوريا دي اللي هي elevated، حاجه عاليه كده، حاله من النشوه والفرح والابتهاج الزائد يعني، والديبريشن. يبقى شويه ايفوريك، شويه فرحان قوي، وشويه ديبريست مكتئب وحزين. اللابايل ده ممكن نلاقيه بدرجات متفاوته مع الناس الطبيعيه، وممكن نلاقيه مع الحالات المرضيه زي حاله البايبولر او المانيك ديبريسيف ديس اوردر. طيب كل الكلام ده unpleasant، هنيجي للبليزنت بقى اللي هو السعيد. يعني elevated mood، elevated mood اللي هو mood that is cheerful. cheerful يعني ايه؟ يعني حاسس بالبهجة، مبتهج more than usual، يعني موضوع ما يستاهلش كل البهجة دي، بس هو حاسس انه سعيد زيادة قوي او cheerful جدا. الايفوريك، الايفوريك ده intense، عالي قوي او شديد قوي. elation، elation اللي هو النشوة او الفرحة، ومعاها feeling of grandeur. grandeur اللي هو ده العظمة، هنيجي ليه بعد كده في delusions. grandeur يعني حاسس ال importance بتاعته ملهاش ملهاش زي، يعني انا مفيش حد زي، انا مهم جدا لكل الناس اللي حواليا. depression، والdepression ده رجعنا تاني لل unpleasant mood اللي هو psychopathological feeling of sadness. psychopathological feeling of sadness يعني يا جماعة؟ يعني عنده سادنس بس psychopathological. pathological يعني مرضي، يعني ملوش سبب واضح، يعني ملوش علاقة بالأحداث اللي بنعدي بيها. لكن الديسفوريك، فاكرين الديسفوريك اللي كنا بنقول عليه؟ الديسفوريك ده مقريف، ممكن يبقى في حاجة مضايقاه أو reacting مع ال environment ومع ال surrounding events اللي موجود فيه. الديبريسد بيبقى دي حاجة مرضية، يعني هو مش عارف لها سبب ومش عارف يخرج منها، حالة من العزلة والحزن الشديد وبدون أسباب واضحة. ماشي،
وفي شوية حاجات فيسيولوجيكال كده ممكن نلاقيها مع المود ده يا جماعة بتتغير، زي مثلا الواحد ينام كتير، ياكل كتير، ياكل قليل، وهكذا، انوريكسيا، هايبرفيجيا، انسوميا، الحاجات دي كلها ممكن تتغير جدا مع المود العالي والمنخفض. يعني كل ما المود بتاعي يتغير تتغير حالة الاكل والنوم والحالة الفسيولوجيكال بتاعتي. تمام، اوكي، نيجي بقى للموتور. يبقى احنا كده خلصنا الايموشنز، وكان فيها حاجات افكت وحاجات مود، والمود بينقسم لبليزنت وان بليزنت، وعرفنا ايه هم. طيب الموتور بيهيفيرز اللي هي حركة الجسم اللي دي بيحصل فيها ديستربنس، انه عندنا اول حاجة مثلا حاجة اسمها ايكوبراكسيا. ايكوبراكسيا، ايكو كلمة مش جديدة علينا. ايكو يعني ايه؟ زي الايكو، ايكو يعني صدى. باثولوجيكال ايميتيشن، صدى يعني ايه؟ يعني تقليد للحركات اللي بتحصل من الاشخاص اللي قدامي. يعني هو رفع ايد، رحت انا رافع ايد، قعد رحت انا قاعد، حط رجل على رجل، رحت انا حاطط رجل على رجل، حط ايده في جنب، رحت انا حاطط ايدي في جنب. ايه دوت؟ اسمه ايكو براكس، انا بقلد حركة اللي قدامي، ودي حالة مرضية. كاتاتونيك ووكس فليكسابيليتي الاتنين مرتبطين ببعض. الكاتاتونيك ده شخص، بتبقى حالة طبعا نون اورجانيك، يعني ملهاش علاقة بخلايا المخ، ومش اورجانيك خالص، مش مرضية باثولوجي يعني. لكن بيبقى الكاتاتونيك ده بيبقى ريجيد في سيم بوستشر، بياخد وضع معين ويتخشب عليه، يتخشب، هو متخشب. كاتاتونيك دي يعني معناها انه واخد وضع وايه، مش عايز يخرج منه. وده ملوش علاقة بمشكلة مثلا في البرين زي سي في اس، الناس اللي بيجيلها جلطة والكلام، لا، هو متخشب في الوضع ده نتيجة مرض نفسي. الوكس فليكسيبل، لا، الوكس فليكسيبل متخشب برضو بس ايزلي مولدد. يعني ايه ايزلي مولدد؟ فليكسيبل يعني سهل اشكله، زي الصلصال كده، لو رفعت له ايده يرفع ايده معايا، بس لو سبتها هيفضل مثبتها زي ما انا حطيتها له. لو حطيت له ايده في جنبه نفس الوضع، لو قلت له اقعد هنا ما تقومش هيقعد هنا ما يقومش، وارجع واروح واجي ويعدي وقت طويل وارجع لقى زي ما سبته بالظبط على نفس الوضع. اذا ما جاش حد غيري غير له وضعه، ماشي. فالوكس فليكسيبل، الوكس يعني شمعي، يعني زي تمثال الشمع اللي بشكله وبياخد نفس الوضع. الكاتاتونيك ده متخشب، لما تعمل ايه قدامه مش هيغير الوضع اللي هو واقف عليه او اللي هو موجود فيه. عندنا نيجاتيفيزم. نيجاتيفيزم جاي من اسمها كده، اللي هي نيجاتيف يعني ايه؟ يعني بيعمل عكس اللي انا بطلبه منه، doing the opposite، عنده resistance to obey او to follow the instructions of others. زي الاطفال لما اقول له روح وضب سريرك، لا مش هيوضبه، ما توضبش سريرك ولا تيجي جنبه، هيروح يوضب سريرك، بيعمل الحاجة اللي انا عكس اللي انا بقولها له. الستيريوتايب، ستيريو، كلمة ستيريو دي يعني ايه؟ يعني حاجة بتعمل ريبيتيشن، حاجة بتعيد وتزيد. فستيريوتايب ده ممكن يبقى كلمة بعيد وازيد فيها، خلاص، او ممكن يبقى حركة معينة بعيد وازيد فيها، زي مثلا ان انا رايح جاي رايح جاي، رايح، ده ايه؟ ده اسمه ستيريوتايب، يعني ريبيتيشن او ريبيتيتيف باترن اوف اكتيفيتي او باترن اوف موفمنت. وده ممكن يجي على مستوى السبيتش كمان، زي ما كنت بقول انه كلمة معينة يقعد يكررها. سايكوموتور اجيتيشن، سايكوموتور اجيتيشن ده اكسسيف موتور اند كوجنيتيف اوفر اكتيفيتي. اجيتيتد يعني ايه؟ يعني عنده اوفر اكتيفيتي، حركة زيادة، ممكن تبقى في الكوجنيتيف او في الموتور، يعني يا اما حركة يا اما طريقة التفكير الزيادة اللي هو بيفكر زيادة. وغالبا بتبقى نون برودكتيف يا جماعه، يعني ايه؟ يعني ملهاش اي مغزى وما فيش منها فايده معينه بتخرج، بس علشان يخرج الانر تنشن اللي جواه او الضغط العصبي اللي جواه، بيبقى عنده اوفر. عارفين حد مش قاعد على بعض، ليه مش قاعد على بعضه؟ عنده تنشن وعايز يخرج. كومبالجن اللي هي قهريه، حركه او امبلس معين uncontrollable ما بيعرفش يتحكم فيه، بيعمله بصورة قهرية، او حد زي ما يكون بيقهره انه يعمل الحركة دي، زي يقوم اغسل ايدك، يروح قايم غسل ايده.
ايدي مش نظيفه لسه مغسلها، وهي ايده نظيفه لسه جاي من الحمام وغسلها، يقعد يغسل في ايده لغايه اما لحم ايده يتبري من الميه والصابون يتاكل. ده اسمه ايه؟ ده اسمه سلوك قهري، اللي هو كومبالجن، هو بيعمل امبلس معين بطريقه ريبيتيتيفلي وبطريقه ان كنترولبل، هو عارف انها غلط بس مش عارف يعمل عليها كنترول. الاجريشن لما نقول حد اجريسيف، ده عنده فورسفول جول دايركتد اكشن. يعني ايه؟ يعني بيستخدم القوه تجاه شيء او شخص بعينه. ممكن يبقى القوه دي بطريقه فيزيكال، يعني يخبط حاجه، يرزع حاجه، يخبط، يكسر، يعمل، يضرب حد، او فيربال. فيربال يعني بطريقه لفظيه، يعني كلام خارج، يقول شتيمه، يهين حد قدامه، يزعق بصوت عالي. هي الاجريسيف ده بيبقى عايز يخرج الريج والانجر، مشاعر الغضب اللي موجوده جواه، فبيخرجها بطريقه فيها فورسفول جول دايركتد اكشن. ماشي كده، خلصنا الموتور بيهيفيرز. نيجي للثينكينج بقى، او طريقه التفكير. هو ده بيحصل فيه ديستربنس؟ اه. عندنا حاجات جنرال فورم. فورم يعني ايه؟ يعني شكل الكلام او شكل التفكير. لما نتكلم عن التفكير يبقى بنتكلم عن الكلام، لانه الكلام بيبقى بيعبر عن طريقه التفكير. فشكل التفكير ممكن يحصل في الجنرال كده، يجي لي حاجه اسمها سايكوزس. يعني ايه سايكوزس؟ اما اقول حد عنده سايكوزس او ذهان، يعني ما عندوش ديستينجويش، مش عارف يفرق او يميز بين الرياليتي والفانتسي، الواقع والخيال. مش عارف الحاجة دي ممكن تبقى حقيقية ولا خيال. هو متأكد انها حقيقية بالنسبة له، بس اللي حواليه بيقولوا لا دي مش حقيقية، فهو مش عارف هي حقيقة ولا خيال. فده اسمه عنده ايه؟ اسمه عنده سايكوز. رياليتي تيستينج يعني ما عندوش الابيليتي تو ايفالويت ذا انفايرومنت اللي حواليه. ما يعرفش يقيم او يتست، خلاص، يختبر الواقع اللي هو عايش فيه. ما يعرفش مدى خطورة الاشياء، ما يعرفش مدى جدية الحاجة اللي هو بيشتغل فيها او بيعمل وهكذا. طيب specific disturbance in the form، نيجي بقى اللي قلناه ده كان general. السبيسيفيك بقى زي ايه؟ زي حاجة اسمها نيولوجيزم. ايه ده؟ new، كلمة new يعني جديد. a new words created by the patient، يعني كلمات جديدة العيان هو بيخترعها، زي اللغة او الطريقة اللي كان بيتكلم بيها مثلا اسماعيل ياسين في الافلام بتاعته، اللي هي مش عربي، دي لغة غريبة محدش فاهمها غيره هو. وبيعمل ده نتيجة psychological reasons معينة، انه عنده اسبابه يعني النفسية، اللي هو مثلا انه محدش يفهم الحاجة اللي هو عايز يقول، او محدش يغش الافكار بتاعته مثلا يعني. طيب word salad، salad جاي من اسمها سلطة، فالسلطة مكونة من ايه؟ من حاجات ملهاش علاقة ببعض او مش شبه بعض، الطماطم، الخيار، الخس، الحاجات دي ملهاش شكل مميز او واضح، لكن لما بتتحط كلها على بعض تبقى سلطة. فهو word سلطة هو برضو incoherence او incoherent mixture of words. mixture يعني ايه؟ يعني خلطة كلمات كده ملهاش علاقة ببعضها، ما يعني ما تكونش جملة مفيدة. ودي هيجي حاجة بعد كده هنقول عليها اللي اسمها الانكوهرنس نفسه بقى. ده احنا هنا الورد صلاة مفيش كونكشن ما بين الكلمات، زي فازة، سرير، باب، التلاتة ملهمش علاقة ببعض. السيركمستنشياليتي، سيركمستنشياليتي اللي هي indirect speech او الكلام بطريقة غير مباشرة، علشان يحكي لك قصة معينة مثلا، عنده ديتيلز كتيرة جدا يحكي فيها، والديتيلز دي ممكن يختصرها كلها ويقول جملة واحدة. فعنده ايه ده؟ عنده circumstantial. بس بعد ما يحكي الديتيلز دي كلها بيوصل للهدف اللي عايز يقوله في الكلام، خلاص، في desired goal بيوصل. يبقى هو indirect speech او delaying in reaching the point، بس في الاخر بيوصل للديزايرد جول. ماشي
incoherence، وانا قلت لكم انه ده ليه علاقه بالورد صلاد. الانكوهرنس بقى هو برضو ميكستشر او كلمات ملهاش علاقه ببعض بس ملهاش لوجيكال وجراماتيكال كونكشن. يعني ايه يا جماعه؟ يعني مفيش جرامر في الجمله. يعني ممكن يبقى عايز يتكلم يحكي لك على حاجه معينه بس ما عندوش جرامر واضح في الكلام، فنسمي الكلام بتاعه ايه؟ incoherent. incoherent يعني ايه؟ غير مترابط. غير مترابط. preservation، preservation اللي هو persistent response to periostimuli او periostimulus after new stimulus. يعني ايه كمان يا جماعة؟ يعني يرد بنفس الاجابة اللي رد بيها على السؤال اللي قبل. يعني لما اقول له اسمك ايه؟ اسمي مثلا علي. طب سنك قد ايه علي؟ علي الإجابة. طب أنت منين؟ علي. فهو بيرد بسيم أنسر لكل الاستيمولس أو الاستيمولاي اللي بتقابله. verbigeration، verbigeration اللي هو meaningless، meaningless يعني حاجة ملهاش معنى، repetition of word of a specific word يعني كلمة معينة وهو عمال يعيد ويزيد فيها وبيعيدها كتير قوي من غير أي معنى، زي كلمة الدواء 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 الدواء. هو مش بيعمل كده عشان يفكر روحه بالدواء، لا، هو بيعمل انه عنده ايه؟ عنده verbigeration، يعني بيكرر كلمة معينة بطريقة pathological ملهاش اي معنى بالنسبة له ولا بالنسبة للي حواليه. خلاص. طيب ايكولاليا، ايكولاليا واحنا فاكرين ايكو جت قبل كده في ايكوبراكسيا. إيكولاليا يعني ايه يا جماعة؟ يعني repetition برضو او imitation بس مش للموفمنت of others، للwords او للspeech of others. يعني لما حد يقول قدامه حاجة هو يكررها repeating the words of other person. ماشي؟ فلما زي الاطفال، الاطفال بيعملوا الحكاية دي كتير قوي، فتقول له مثلا ايه؟ روح اقعد هناك. يرد يقول لك روح اقعد هناك. انت كلت ولا لا؟ انت كلت ولا لا؟ يرد بنفس الكلام اللي انا بقول. خلاص بيعمل ايه ده؟ بيعمل ايكولاليا، بيعيد الكلام اللي انا بقول. flight of idea، flight يعني ايه؟ يعني طيار او طيران. يعني ايه بيعمل ايه؟ يعني بيطير من فكره للتانية، jumping او shifting from one idea to another. بيشفت ما بين الافكار وبعضها، ما بيكملش فكره للاخر. يبقى بيتكلم في موضوع حيوي جدا ومهم اللي هو مثلا المجال الصحي في مصر والمستشفيات طب انت ايه رأيك بقى في البورصة؟ طب ايه اللي جاب البورصة للمجال الصحي؟ ملاش علاقة خالص. عمل ايه هنا؟ عمل flight of idea، shift ما بين فكرة للتانية. clang association ده احنا بنعمله، اللي هو كلنا بنعمله، اللي هو مثلا ان انا بعيد كلمات معينة بتنتهي بنفس الصوت او فيها سجع، زي مثلا لما بنقعد نقول اسمك ايه؟ كلبس بجنيه، العب بالي، ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه كلانج اسوشيشن. بس لما العيان يعمله، المريض النفسي ده بيعمله نتيجة للمرض بتاعه، لكن حضرتك ممكن تبقى بتلعب بيه مفيش مشكلة، لكن هو بيبقى جزء من مرضه ان هو انت تفكر ان هو بيقلش او ان هو بيكتب شعر مثلا، لا هو مش كده خالص، ده جزء من الديزيز بتاعه. clang اسمه ايه؟ clang association اللي هو using the word with similar sound. blocking جاي من اسمها. blocking يعني ايه؟ يعني الافكار بتاعه فجأة تقفل. abrupt يعني فجأة. interruption of thinking يبقى بيفكر في فكرة معينة وبيتكلم فيها فجأة يروح واقف، يحصل له block. يعني ايه؟ يعني يقف ما يعرفش يكمل الفكرة اللي قفلت خلاص معاه كده، مش قفلت ذات دومنا، يعني مش عارف يجيب افكار تاني بعد كده، ده اسمه blocking. اسمه ايه يا جماعة؟ اسمه blocking. كده يبقى احنا خلصنا الفورم وخدنا فيه جزء general اللي هو كان فيه psychosis و reality testing، وخدنا جزء فيه specific اللي هو منه الايكولاليا والبرزرفيشن والفيربيجريشن والورد صالت والانكوهرنس والفلايت اوف ايديا والكلانج اسوشيشن والبلوكينج. كل الحاجات دي ممكن تبقى في شكل الكلام
واضحة جدا انه فيها disturbance، بس ده مش في الكلام بس اللي خارج من بقه، ده كمان في طريقة التفكير اللي بيفكر بيها. ومنستهونش ابدا ولا نقول ده ملخبط في الكلام، ده ملخبط في الكلام معناها انه مخه كمان متلخبط. انه نربط ما بين دي، ما بين الكلام وما بين المخ اللي هو بيفكر بيه. بعد كده هنتكلم عن في الجزء التاني في المحاضرة دي، عن هنكمل بقية الصوت كونتنت، الكونتنت اللي هي محتوى الكلام. بقى محتوى الكلام برضو ممكن يحصل فيه disturbances، كمان هنتكلم عن ال disturbance of perception اللي هو الإدراك، perception and memory اللي هي الذاكرة، ال attention، ال judgment، كل الحاجات العمليات اللي احنا اتكلمنا عليها بالنسبة للمخ بيعملها ممكن يحصل فيها disturbance نتيجة للمرض النفسي الشخص ده بيبقى بيعدي منه. Thank you.